ودابا التجارب اللي جاتنا من جنوب افريقيا تتقول بانه هاد الفيروس اوميكرون اللي هو خامس فيروس اللي تصنفه خطير منظمة العالمية للصحة بعد ألفا بعد بيتا بعد غاما بعد دلتا، فهو الخامس هذا أوميكرون. وهاد أوميكرون فيه أكثر من 30 طفرة، وفيه طفرات ديال دلتا وطفرات ديال بيتا. ولهذا دابا التجارب واخا قليلة اللي جاية من جنوب إفريقيا، ففي البلاصة اللي فيها أصبح تيمثل 70% وأصبح هو السائد. إذن كاين واحد السرعة ديال الانتشار. تتبقى والتجارب اللي قالوا بأنه اللقاح الناس اللي ملقحين ما تيديروش مرض خطير، ولكن هذا يجب التدقيق فيه باش نشوفوا النجاعة ديال هاد اللقاحات اللي كاينين. هذا مازال سؤال يجب التدقيق فيه، ولكن خصنا إلى جاتنا هاد الموجة نكونوا موجودين، ويكون وصلنا لهذيك المناعة الجماعية ديال فوق 80%. وحنا تنشوفوا دابا اش واقع في أوروبا. أوروبا اللي مثلا فرنسا حتى ل 14 نوفمبر كانت تسجل 10,000 حالة في النهار، ودابا تسجل أكثر من 30,000 حالة في النهار. تجارب تتقول بأنه اللقاح دابا واخا قليلة تتقول بأنه اللقاح ناجع في المرض الخطير. دونك هذا مهم، بحال ما قبل الدلتا وخنزل النجاعة ديالو بالنسبة للمرض البسيط، ولكن بقات النجاعة عالية بالنسبة للمرض الخطير. ونعرفوا بأنه كاين اللقاحات اللي الشركات اللي صنعتهم تقدر تصنع في ظرف 3 أشهر لقاحات إلى تقتضى الحال ضد هذا الفيروس الجديد. ولكن المعلومات اللي وصلت دابا تتقول بأنه لقاحات ناجعة في المرض الخطير.